الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. الموضوع الثاني اللي هكلمكم فيه في الخدمه ان الخدمه فيها ابوه حتى للخادم، طبعا في اوضح صورها في الكهنوت، لكن فيها ابوه. والابوه تعني ان اللي انت حتى لو كان يعني مش بس تخدمه في الكنيسه، ابنك في الجسد. ابوه تعني حاجات كتير قوي، معناتها الاحتواء. في كلمه كتير الستات تقولها في المشاكل العائليه، تقول لك جوزي مش قادر يحتويني. تقول لها ايوه كلمه واسعه، يعني يحتويك يعمل ايه؟ يعني تقصدي يحتويك يعني مش قادر يحتويني بس؟ هو ده يعني بعض معاني الاحتواء اللي تنطبق في الابوه واللي كلنا محتاجينها حتى لو كنا كبار على المعاش. كلنا نحتاج الى ابوه اللي هي دي. الأول لازم أفكركم كيف احتوى الله الإنسان. ربنا نفسه بيحتوينا، وبعدين إحنا نحتوي اللي بنخدمهم أو نحتوي اللي بعدينا بالجسد. مثلا آدم وحواء، نلاقي آدم وحواء أخطأ، نلاقي إن احتواء ربنا لآدم يقول له آدم أين أنت؟ مين اللي مفروض يدور على مين؟ المفروض انا غلطت، انا اللي ادور على ربنا. هو اللي دور عليه، عارف انه عامل عامله ومكسوف، فيقول له انت فين؟ عشان يديله فرصه يقول له انا غلطت، انا مكسوف من نفسي. يعني هو اللي يروح له، فيقوم يقول له المراه التي انت اعطيتني. عك الدنيا بقى، ان انا بديك فرصه علشان انت تراجع نفسك وتقول انا غلطان. قال له ما هو انت السبب، والست اللي انت جبتها لي دي هو انا. وبعدين بقى، لكن هو بيحاول. جينا على الصليب مثلا، دي مواقف اللي ربنا بيحتوينا بابوه. يعني معنى كلمه تفصيل، معنى كلمه احتواء. نلاقي مثلا على الصليب اول ما اللص اليمين قال كلمتين، يا دوب بس كلمتين كده، ابتدى يدافع الاول وقال له اسكت، احنا بعدل جوزينا، اما ده ما عملش حاجه، احنا نستاهل اللي احنا فيه. فابتدى يحس انه يا ده هو بيبتدي. وبعد شويه راح قال له شايف الطبيعه، زي ما بنقول في صلاه الساعه التاسعه، لما ابصر لص على رئيس الحياه على الصليب معلقا، قال لو اللي انتوا حافظينه ده، ادرك ان ده مش واحد عادي، ده اله. فقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. جملة مختصرة جدا ولكن فيها إقرار بالإيمان، وفيها إن أنا محتاجك. قال له خلاص، أنا خلاص، ما تقولش ما تكترش، إحنا مش في ظروف هستنى منك تقول لي قانون الإيمان، كفاية كويس قوي كده. قال يوم تكون معي في الفردوس. لما جه المسيح يصعد، فحاسس إن التلاميذ هيقولوا أنت الله، أنت هتمشي وتسيبنا؟ إحنا بنشتغل عشان أنت معانا وقوتك معانا، طب ما مش هينفع كده. قال لهم ما تخافوش، اذهبوا وتلمذوا وعمدوا، وها انا معكم كل ايام. انا معاكم مش عشان انا يعني هصعد ومش هبقى موجود، هبقى مش معاكم، انا قوتي والروح القدس هيكون معاكم كان انا موجود بالظبط، ما تخافوش. يعني نوع من الابوه، مثلا لما تيجي تكون مسافر ابنك يقول لك انت هتسافر وتسيبني، تقول له ما تخافش، تليفون مفتوح وانا معاك، واي حاجه اول باول. امين. يعني نوع من الاحتواء، انه ايه، مش انا هسافر وما تكلمنيش تاني وما توجعش دماغي وخلاص ربنا معاك. المعية يعني صورة من صور الاحتواء. وانا بخدم واحد اقول له يعني عادة كلنا بنعمل حركة كده، واحد عيان يا كلنا نروح المستشفى نزوره اول مرة، وبعد كده عملنا واجب وخلاص انساه بقى. بعد سنة الله انت عملت ايه؟ بعد سنتين خلاص، يعني احنا عملنا واجب ساعة القصة وهي سخنة، واحد عمل مشكلة في حادثة راح المستشفى، كل الكنيسة تسأل عليه أول يوم، وبعد كده سنة ما حدش يسأل عليه خالص. الأبوة فيها احتواء، إن أنا معاك مش مرة وعدة. من ضمن الاحتواء إن أنت تستر على الواحد. يعني زي ما كنت بتكلم في المرة اللي فاتت، انه من اخطر الحاجات ان الخادم يصير مصدر لنقل اسرار الناس.
تعرف ان الولد ده وحش، الولد ده بيشرب سجاير، الولد ده مش عارف بيتكلم بنات. كون ان انت عارف المعلومة معناها ان انت ما يصحش تقولها، ما يصحش تقولها. مثلا نلاقي في موضوع المسيح وهو قاعد مع السامرية، السامرية كان اسمها ايه؟ ما حدش يعرف اسمها. حتى الانجيل لما انجيل يوحنا الوحيد اللي حب يذكر القصه ما قالش غير ان هي ببلدها، يعني اللي من بلد السامره، مش مهم نجيب اسمها، احنا مش عايزين فضايح، مش عايزين حتى مع انها بقت كويسه وبقت مبشره، بس احنا مش عايزين نقعد نجيب سيره ناس. حتى وقت من الاوقات ناس تطلع وحشه تقول لك اه مش دي اللي بعدين اللي ولادها فلان وفلان مامتهم كانت مش كويسه، لا لا اسمها السامريه، كان يعني مفيش حد في السامره كلها الا هي. ده نوع من التستر، يعني الخادم لما يعرف حاجه وحشه عن حد يقفل كان ده ابنه. فلما بتعرف ان ابنك عمل حاجه وحشه بتحب تجيب سيرتها لحد خالص، عشان ابنك كل اللي بنخدمهم دول ولادنا. عرفت حاجه وحشه ما تلمحش حتى بيها. السامريه تدرج في المعرفة مع المسيح، أنت مين وبعدين أنت نبي وبعدين أنت وبعدين لغاية في الآخر عرفته. ولكن كانت تحتفظ بالسر. والعذراء مريم طبعا كانت أروع مثال في إنها تعرف كثير وتتكلم قليل. والعجيبة إن في ناس كثير تعرف قليل وتتكلم كثير. وفي الآخر يطلعوا مش فاهمين حاجة، بعد ما قعدوا يملوا الدنيا كلام ودعاية طلع كل كلامهم غلط. لو الخادم النوع ده هيبقى خادم فاشل قوي، زي تلميذي عمواس في المرحلة الأولى. تلميذي عمواس وهم ماشيين رايحين يخبطوا كف على كف، فالمسيح دخل في الخط معاهم، فبيقولوا له ما انت مش من هنا ولا ايه؟ قال لهم مالكوا كده عابسين، يعني مال وشكم كشطة كده؟ قالوا ها انت مش عارف ولا ايه؟ قال لهم طب انتوا عارفين، قولوا لي اللي انتوا عارفوني، ما دام انتوا اللي عارفين انا مش عارف. عمل نفسه مش عارف. قالوا له انسان كان عظيم اسمه يسوع وعمل معجزات واليهود موتوه وكنا فاكرينه هيعمل خلاص، وطلع كله اي كلام، وفي الاخر اليهود موتوه واحنا دينا هربان رايحين نستخبى لانهم بيدوروا على اتباعه. قال لهم الله ده انتوا عارفين كل حاجه اهو. قالوا انت مش من هنا ولا ايه؟ أمتغرب انت عن اورشليم؟ لا نقول لك بقى ما كنتش عارف. فراح المسيح من الكتب وقعد يقول لهم مش في نبوات كانت بتقول ان يسوع هيجي؟ زي مثلا يا ريت المحاضره دي اتسجلت اللي قالها لهم، النبوات عن المسيح، ان اشعياء قال هيجي، واشعياء فين؟ اشعياء قال هيجي يقول مثلا كشاه سقى الى الذبح، ونبوات كتير بتقول هو ده المسيح. ما دام هو ده المسيح ومش قال انه هيقوم وقال انه هيتصلب وقال حطوا مسامير في عظامي، ابتدوا يعني الكلام وبعدين لا بص بقى احنا مش فاهمين قوي بس مبسوطين قوي، تعالى معانا. راح دخل معاهم كسر الخبز عرفوه. طلع مين اللي عارف ومين اللي مش عارف؟ طلع هم اللي مش عارفين حاجه وعمالين يتكلموا ويشرحوا له. غالبا اللي يحصل في اي مشكله بيبقى الواحد عنده معلومات صغيره غلط وعمال ينشرها ويبعتها في الرسائل ويحطها على الفيسبوك ويطلع في الاخر مش فاهم حاجه. الخادم لو كان من النوع ده هتتعطل خدمته خالص. الخادم يعمل زي العذراء مريم، كانت عارفه كتير وعمر ما نادت حد قالت له تعالى اقول لك شويه من اللي انا عارفاه. اصل من ساعه ما سمعان الشيخ قال لها انت في بطنك هيجوز سيف، وهي فهمت اللي هيحصل للمسيح. فهمت قوي ان اللي هيحصل للمسيح انه هيتصلب، وفهمت نبوات اشعياء، فهمت انه هيتصلب بالمسامير، كانت حافظة وفاهمة، وكانت يا عيني بتبص على الطفل يسوع قدامها وهي عارفة يا ابني أنت في وقت معين هيحصل لكل، أنا عارفة إن أنت جاي تصنع، أنت المسيح، أنت الإله المتجسد اللي جاي تصنع خلاصا، وعمالة تبص له وهي طفل وفاهمة. مفيش مرة سمعنا إنها نادت التلاميذ اللي هم لغاية وقت الصليب يا عيني ما كانوش فاهمين حاجة وهي فاهمة. مفيش مرة قالت لهم تعالوا أفهمكم. احنا عندنا الواحد لما بيبقى عارف سر تبقى بطنه بتوجعه، عايز واحد ينكشه عشان يحكي له، يعني يقول له طب اسالني كده. وعندنا حاجه بقى
يعني انا عارفه بس كانك ما قلتش لحد. اطمن اطمن انت بقى، الدنيا كلها عارفه. يقول لك كان الانبابين المتناحي يقول لك لما يحب تنشر خبر استعمل اجتماع السيدات وقول لهم ما تقولش لحد، وكون واثق ان النتيجه. كان زمان بقى ما فيش موبايلات وما فيش جروبات وايه، فكان سيدنا انبابين المتناحي الحملاوي يرسم قسيس مثلا في قريه بعيده الساعه 8 بالليل، يقول لهم بلغوا السيدات ان احنا هنرسم قسيس بكره الساعه 8، تلاقي البلاد كلها عرفت لغايه الصبح والناس كلها جت. الخبر انتشر وعايز تنشره بسرعه، قول لهم بس ما تقولوش لحد. مش لحد دي يعني ايه؟ يعني ضمان ان الخبر هينتشر وبسرعه. الخادم اللي بيعمل كده بيقع في مشاكل كتير قوي في الخدمه، اللي بيتكلم كتير وبعدين يطلع كلامه غلط. التستر الاحتمال، الخادم لازم يحتمل. على فكره ما فيش خدمه من غير مشاكل، الخدمه الصح لازم هتلاقي مشاكل من اي نوع، من جوه من بره. اذا كان البابا كرولوس نفسه لما كان بيحب يصلي قداس كل يوم، لما ترجعوا للتاريخ بتاعه، الرهبان حرقوا له الفرن عشان ما يعملش قربان. طب دول رهبان وده كل اللي بيعرفه عايز يصلي قداس، لا ما يصليش قداس. الحاجه الصح بتتحارب، والحاجه اللي ما فيش فيها اي مشاكل خالص اطمن شكلها غلط، ده ممكن الشيطان يسندها. فالخدمه اللي تبتدي تحس ان ابتدى يحصل حاجات كده ملهاش لزوم، لدرجه ان يشوع بن صراخ لما يجي يراهب بتتحط في قراءات الرهبنه، لما نيجي نراهب نراهب من تاني قراءه نقول له يا ابني ان هيأت نفسك لخدمه الرب فاستعد للتجارب. من اول الايات اللي تتقرب، اذا كنت عايز تمشي في سكه ربنا بجد توقع ان الشيطان مش هيسيبك في حالك. ليه بقى الشيطان مش هيسيبك في حالك في الخدمه؟ لان الهدف الاساسي من الخدمه ان الناس دي هتضيع وهتخش جهنم، وانا جاي في الخدمه اقول لهم فوقوا تعالوا نخش الابديه السعيده والفلوس. يعني انت بتعاكس الشيطان في اخطر حته هو بيعملها، هو فرحان ان الناس دي ماشيه في الطريق الواسع وانت جاي بخدمتك، اذا كانت الخدمه خدمه جد مش نشاط، جاي تاخدهم كده وتفوقهم وتوديهم للطريق الضيق اللي يوصل السماء. فتتوقع ان الشيطان هيقعد يتفرج عليك هيقول لك برافو انا مبسوط منك، ده يعني هيهيج الدنيا عليك بره وجوه. وعلى قد ما تكون خدمتك يعني قويه وجباره، امسكوا بقى تاريخ الخدام الحقيقيين، عشان كده كل الرسل استشهدوا في الاخر. يعني هو وكان الشيطان يظن انه باستشهادهم الخدمه توقف، لكن لا، الموضوع ما خلصش، انما الخدمه الصح فيها حرب. فالخادم لما يلاقي شويه مشاكل في الخدمه مش يسيبها، يعني خليها كده في سؤال، متى يترك الخادم الخدمه؟ يقول انا عايز اسيب خدمتي، انا تعبت، انا مش مستحمل الجو ده. خليها كده سؤال نبقى نجاوبه بعدين. لكن مش اي مشاكل معناها ان انا اسيب الخدمه. المشاكل علامه نجاح الخدمه. مثلا نلاقي السيد المسيح احتمل بطرس الرسول قوي. بطرس الرسول بعد ما انكر المسيح مش طايق نفسه، والمسيح بعد كده ظهر وقعد معاهم، وطبعا بطرس الرسول ايه بيتحاشى انه يقابله، يعني مكسوف جدا مش عايز يجي وشه في وشه. وبعدين نلاقي في القصه يشترك مع يوحنا ومع توما، وفي الاخر ما يلاقوش سمك والمسيح يظهر. فاكرين القصه دي؟ ويوحنا يعرف بنفسه وبطرس يرمي نفسه من الميه لما عرف ان المسيح كانه كده مش عايز يشوفه. وبطرس في قمه الخجل وقاعد متداري، المسيح يقول ايه؟ انت بتحبني؟ ناداه كده لوحده وابتدى عمل معاه، والتاني مش عايز يعني مكسوف من اللي حصل انكره. ويكرر السؤال وافترق مره قال له انت عارف يا رب. الاحتمال معاه برضو طول الانانيه، ربنا مطول باله قوي. مطول باله على بولس الرسول عمال يضطهد المسيحيين وعمال يبهدل الناس في السجون، وربنا مطول باله. مطول باله علينا، انا بدي الامثله، ربنا مطول باله علينا قوي. تعالوا نفكر بامانه، يعني احنا ما عملناش خطايا تزعل ربنا 100 مره وبرضه ربنا مطول باله علينا؟ ليه احنا مش بنطول بالنا ولا على المخدوم ولا على الخدام زمايلنا؟ إذا كان ربنا نفسه مطول باله علينا قوي. مونيكا أم القديس أغسطينوس أحد الأمثلة اللي فضلت
في الاحتمال وطولة البال، مطولة بالها على ابنها، وكل واحد يطول باله على ابنه في الخدمة. مش معنى ان الولد مش كويس او انحرف او في خطايا او يعني ياريته ما يجيش بيريحنا. في حالات خاصة جدا ممكن نقول يعني اعزلوا الخبيث من بينكم، لكن حتى الخبيث ده نتابعه من بره بره، وجوده هنا ممكن يضر، لكن نتابعه، لكن نحتمله زي مونيكا ما احتملت أغسطينوس. حتى في الطلبة اللي بنقولها بتاعة القداس بنقول رحمة للتائبين، رحمة للتائبين، يعني الناس اللي عايزة تتوب خليكوا حنين عليهم. المسيح لما مسكوا المرأة في ذات الفعل يعني غلطانة غلطانة، راحوا عشان يزنقوه جابوها له. الشريعة بتقول انها تترجم، طب انت بقى عايز ايه؟ يا تقول ما تترجمش نرجمك انت وهي، يا تقول تترجم نقول للناس اهو ده قاسي. فالمسيح كان في كذا اعتبار في القضية، كان ممكن يقول لهم فين اللي كان معاها؟ هما مسكوها هي، مش كان معاها واحد تاني؟ التاني ده سربوه ليه؟ غالبا ده كان شخصية كبيرة قالوا خليك انت بعيد، وهي دي اللي غلبان. واللي مسكت في ذات الفعل دي ممكن من الفقر كانوا بيشتغلوا في الخطية. في اعتبارات كتير، وطبعا جاية خايفة وهم ماسكين الحجارة، والرجم ده عملية بشعة كده. فراح ابتدى انحنى على الأرض وقعد يكتب لكل واحد في هدوء، قال لها يعني من غير ما يقول لها ما تخافيش، كأنه قال لها ما تخافيش أنا هدافع عنك. وكل واحد ابتدى يكتب له على الأرض يشوف خطاياه، يقول الله ده تقريبا أنا بعمل زي كده وأكتر من كده، وياخد بعضه ويروح. عشان كده الأب المتشدد بالزيادة اللي ممكن نسميه متزمت بيلغي الأبوة والاحتواء. يعني كويس إن يبقى في نظام، لكن لما مثلا تشد على ولد اللبس ده ما تلبسوش في الكنيسة بزيادة وتمسكه وتهزقه بتعمل مشاكل أكتر ما بتجيب نتيجة بوزيتيف. المشكلة دي ما تتحلش كده، تتحل بالأبوة وبالتوجيه من ورا وعدم الإحراج إلى آخره. المفروض ان اللي يلجا اليك من الخدام لو يعني في العمل الفردي خصوصا وابتدى يتكلم يخرج مطمن مش يخرج يأسان. يعني كان في المحاضره اللي فاتت في جزء نسيت احكيه ممكن يدخل هنا، اخطاء لا يجب ان يعملها الخادم زي فيتال ميستيك. يعني مثلا حصل ايه المشكله، تقوم تحكي لي تفاصيل المشكله، فيقعد يحكي التفاصيل، فلما يحكي التفاصيل تبان عليك ان انت ايه يعني يا ربنا معاك شكلها كده ملهاش حل. فهو بعد ما قعد يحكي المشكله وانتوا الاثنين حطيتوا قدام المشكله، الله يكون في عونك يا دول اشرار قوي. هو كان عايزك في الاخر هتقول له ايه، ترفعه وتقول له اي امل كانت النتيجه بتاعتك، يا ربنا موجود الله يعينك. يخرج عايز مش قادر يمشي لانك انت خلاص خلصت عليه بالكلمتين دول، الله يعينك الله يكون في عونك. كلمات كده ممنوع تتقال، كلمات يائسه، او يوحيله على فكره انا قلت لك الكلام ده من زمان وانت ما سمعتش الكلام، تحر بقى في ربنا يعمله فيك. انا قلت لك يا ما قلت، مش انا قلت لك ادي اخرتها انا هعمل لك ايه؟ هو انا جاي لك عشان الدنيا باظت، وهو غالبا عارف انه غلطان ومش مستني منك انك تقول له يعني اديني شمدان فيك. ده ساعات يبقى خايف لا انت تعرف عشان عارف ان انت حذرته، ولما انت هيقول لك هتقول له اتفضل، خايف من عدم ابوتك ليه. من ناحيه المفروض ما تعملش الموقف ده خالص. ربنا لو بيعاقبنا من الاول لكنا هلكنا، لو بيعاقبنا من زمان ما كانش حد استنى لغايه دلوقتي. او تستهين بضيقه المخدوم من كتر ما انت شفتها. من مع الاباء الكهنه واحد عايز يحكي مشكله ومشكله تعباه قوي، وهو عشان شاف زيها 100 مره ها في الاخر اتخانقت وضربك، مش كده يعني ما شفت من ده كتير؟ ايه ده
هي مش هترتاح كده، لان هي عايزه واحد يسمع قصه، حتى لو كان طفل صغير في مدارس الاحد بيحكي لك مشكله خناقته مع صاحبه، وانت بالنسبه لك الموضوع ده تافه، طفل بيشتكي يتخانق مع صاحبه، الخادم اللي بيسمع ما يتفهش المشكله للي بيحكي، لا لازم يبقى مصغي تماما، ويا طب وانت قلت له ايه ومش عارف ايه. كل ده بيعمل حاجة مهمة جدا في الأبوة والاحتواء، وإن أنت وبيحب الخادم بتاعه وهيتكلم معاه بعد كده. ولو عملت كده مع ابنك الصغير يوم ما يكبر يبقى عنده مشكلة هيتكلم معاك، لأنك الخط مفتوح. لكن لو هو صغير جايب لك اللعبة مكسورة وتقول له بس ما توجعش دماغي، معناها إن أنت لا بتحس بيا ولا بتفهمني، وحتى لما أكبر هيستمر نفس الوضع، أنت دايما في ناحية وأنا في ناحية. فمهم قوي إن أنا أفضل القناة دي مفتوحة، إن أنا أسمع كويس وأديله اهتمام بالموضوع، ما هيفلوش المشكله اللي هو بيشتكي منها. يعني ولد في تاني اعدادي بيحب بنت في تاني اعدادي، ما هو انت بالنسبه لك الموضوع ده لعب عيال، لكن هتقول له ايه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه شغل العيال ده؟ خليكم انتوا في ناحيه واحنا في ناحيه. لازم تقول له طب وبعد ما تحبها بتفكر تعمل ايه؟ انا مش عارف، غالبا هنحبها وخلاص، وتقعد تدردش معاه ونوصل الموضوع. اذا كان الموضوع ده من ربنا، الموضوع ده احنا نصلي له. طبعا هو على ما يصلي له على ما يوصل لثالثه اعدادي الموضوع اصلا يكون خلص. بس اللي حصل ايه؟ ان احنا ما قلنالوش ايه الكلام الفاضي اللي انت جاي تقوله ده؟ ايه لعب العيال ده؟ تدفيه المشكله للمخدوم معناها ان قفلت القناه ما بينك وما بينه. طبعا لو كنت ابونا تبقى مشكله كبيره، لانه خلاص مش عايز ابونا تاني. دي امثله لاحتواء ربنا لينا. انا بقى عايز اقول امثله. طب مثلا شوفوا برضو المسيح لما قال لنا مثل ابن الضال. جه الابن الصغير قال لابوه انا عايز الميراث وهمشي. قال له حاضر. ولما مشي وضيع الفلوس ورجع كان فرحان، احتواه وهو بيقول له كلام صعب، واحتواه وهو راجع، واحتوى اخو الكبير اللي جه يقول له ايه ده فرحان بيه على ايه؟ قال له معلش يا ابني ده كان ضايع، ده كان ميت وعايش، وانت برضو ابني، مش قال له ايه كمان اللي انت جاي تقوله ده؟ يعني هو ان كان هو غلطان انت كمان، ايه الكلام الصعب اللي ابن الكبير جاي يقول له ايه؟ يا ريتك كنت اديتني فلوس افرح مع اصحابي، انت مش فرحان بعدتك معايا وعايز تفرح مع اصحابك؟ ما غموش. ولما مسك الابن الصغير ما سالوش، هو كان اكيد في ذهنه وهو راجع كده عمال هيسالني عن ايه؟ يا ترى هيقول لي مش هتطلع بره؟ يقول لي انا مش قلت لك ادي اخرتها؟ لا لا لا، ولا سالوا عن الماضي خالص. مهم ان انت رجعت، تعالى نحتفل بيك وتلبس احسن لبس ونبح لك العجل المسمن. العجل المسمن ده كان في التقليد اليهودي يتقدم في زواج الابن الاكبر، عشان كده جه ابن الاكبر يقول له ازاي العجل المسمن ده بيتذبح للابن الكبير. فرحان بيه قوي وكبرته. ده أمثلة لاحتواء الخادم أو ربنا لينا. أقول لكم بقى العكس، أو يعني الجزء الثاني، كيف الخادم يحتوي زمايله اللي هو جزء الطبيعي العملي بتاعه. إبراهيم ولوط حصلت خناقة ما بين الرعاة دول والرعاة دول، مين ياخد مية مين الغنم مش عارف إيه. الرعاة دول اتخانقوا مع دول، وصل الأمر لإبراهيم ولوط اختلفوا، مين الكبير؟ إبراهيم. الصغير مين؟ مين المفروض يعتذر لمين؟ مين المفروض يصلح؟ لوط ما عملش كده. لوط ما عملش كده، راح ابراهيم يقول له ايه؟ بص انا مش عايز خناقات، انت عايز ايه؟ هو المفروض مين اللي يقول شروطه ومين اللي يختار؟ ابراهيم ده يعني عمه. قال له اللي انت عايزه خده، بس ما نزعلش مع بعض، بناقص اخسر شويه بس ما نزعلش مع بعض، انت عايز ايه؟ قال له بص كده اختار سدوم وعمورة كجنة الله. خد سدوم وعمورة، طبعا ناسي ان هو مدام يعني عمل كده كأنه طلع ربنا بره القضية واختار بحسب المقاييس البشرية، وانتهت القصة بأن سدوم وعمورة هلكت، وهو ولوط خسر كل حاجة حتى مراته، وولاده بقى وحشين، واسمه بقى وحش، وكل اختياراته كانت غلط في غلط. انما ابراهيم حل المشكلة ازاي؟ انت عايز ايه؟ ايه يريحك؟ شفتوا اتنين مختلفين مع بعض، واحد فيهم وهو صاحب حق يقول للتاني ايه ريحك؟
احنا عايزين نعيش في سلام، اخسر اللي اخسره بس نعيش في سلام. على فكره لو كل الاخوات وكل الناس الشركاء في اي موضوع حصل خلاف واتفاهموا بنفس المبدا كانت كل المشاكل اتحلت، لكن لا، ده انا الكبير وده حقي، وانا حقي ان انا اختار وهو ده ابن اخويا. الكلام ده ما ينفعش. دي امثله لاحتواء الخادم للدين. اتنين خدام في خدمه واحده، ابتدت الغيره تحصل ايا كانت الاسباب من ورا، انما ابتدت الدنيا توقع على نفس بعض. واحد يقول للتاني انت تحب تعمل ايه؟ انا موافق على اي حاجه انت تحبها. صحيح انت طريقتك غير طريقتي وانا طريقتي غير طريقتك، احنا مش منسجمين مع بعض، انما من اجل السلام انا مضحي باي حاجه. والكلام ده لما يتقال عن رضا وطيب خاطر هو ده المطلوب. لو الخدم يعني هتلاقي خلافات الخدمه كلها قلت لو في واحد بيجي على نفسه، لكن كل واحد مقتنع ان هو يعني اسلوبه ده هو الاسلوب الوحيد الصح. كمان فضلت المحبه موجوده حتى ان افترقوا شويه، انت تمسك خدمه وانا امسك خدمه، لكن فضل يحبه. وبان الموقف ده لما اتاثر لوط، قام جري ابراهيم وكان يعني عمل اول حرب عالميه وقتها ورجع لوط. رجعه ليه؟ عشان بيحبه. ولما رجعه بقى كان المفروض ان لوط يمسك في ابراهيم ويقول له ما سيبكش، لا رجع تاني لوحده. واخدين بالكم؟ مفيش مانع من التجنب بعض الناس احيانا، الحته دي حساسه قوي، مفيش مانع من تجنب بعض الناس احيانا ولكن المحبه تفضل موجوده. لكن تقول له انت بتكلمه يقول لك لا احنا انا بحبه بس ما بكلموش. لكن تبان بقى بتحبه دي امتى؟ اما تحصل له مشكله يستاهل شمتان فيه، ده مرجرجس، ده حقي، ده حق ربنا، مش عارف ايه. تعرف ان انت يعني صحيح انفصلته بس قلبك ما كانش صافي، وهنا مشكله كبيره. احيانا نضطر الى التجنب احيانا ولكن المحبه تفضل موجوده، زي ما ابراهيم قلت المثل ده واضح فيه. في عندنا امثله لاحتواء واحده لجوزها اسمها أبيجيل، فاكرين القصه بتاعتها طبعا. جوزها اسمه نبال، والحماقه عنده، نبال بالعبري يعني احمق، وكان يسكر. وراح داوود بعد ما حرس له الارض، تعرفين القصه، قال له ادينا شويه اكل، انا معايا الرجاله وهربانين من شاول. قال له ايه يطلع مين داوود ده اللي هربان من الملوك؟ وقعد يشتم، وهو غالبا كان سكران. فداوود كبرت في دماغه بقى ونسي المزامير بتاعته، وخد الرجاله وراح يطربق الاحتفال اللي هم بيجزوا فيه الغنم، راح يطربقه على اصحابه. مع ان ده مش تصرفات داوود خالص، لكن ساعتها بقى نسي كل حاجه وتصرف غلط وراح يكسر الدنيا. اللي راح يكسر الدنيا ده طلعت له أبيجيل في السكه، وعشان جوزها ما ينفعش الكلام معاه دلوقتي، لو قالت له انا طالعه قبل داوود كان منعها، كان كل الموقف باظ. هربت منه كده من غير ما تقول له، لم تخبره، وراحت قابلت داوود وعارفين سجدت له، واللي قبلها قدمت له الهدايا وكلمته كلام لطيف. وبعد كده قالت له معقوله واحد يغلط الغلطه دي؟ احتوت كل الناس، حتى احتوت غضب داوود. فاحيانا اللي بيحتوي غضب المخدوم والخادم وزميلك وامين الخدمه وابونا وكله هو اللي بيكسب الموقف. واللي ويقول لا ده مش اسلوب ويزعل ويمشي، او يعني انا سايبها لكم واعمل اللي انتوا عايزينه، خلاص يعني هو مش عارف يحتوي حتى اقرب الناس. وبقى يوحنا الحبيب وضح لنا، قال لنا اللي هيوصل النقطه دي ويقول انه بيحب ربنا وهو مش عارف ولا يحتوي ولا يحتمل ولا يحب فهو كذاب. كذاب اللي بيقول انه بيحب ربنا وبيتخانق مع الناس، بيضحك على نفسه. دي في رساله يوحنا الاولى كلها في المحور ده. تكذب لو قلت ان انت بتحب ربنا وانت مش قادر تحب الناس، لان الله في الاخر محبه. بولس الرسول وبرنابا كانوا زملاء في الجامعه بيدرسوا عند معلم يهودي اسمه غملائيل. بولس وبرنابا يعني زمايل واصحاب بيتنموا دارسين لغات مع بعض. لغات يهودي يعني، او يعني المدرسه اليهوديه عند معلم موس غملائيل على المذهب الفريسي. وبعد كده بولس عرف المسيح وظهر له، وبرنابا خاله يعتبر
يعني بيقدم بولس الرسول للرسل، فالرسل كلهم كاشفين منه، مش ده اللي كان بيضطهد المسيحيين. فبرنابا هو الكبير اللي بيعرف بولس الرسول بالرسل، يا جماعة قبلوه، ده المسيح اتعامل معاه والمسيح بنفسه ظهر له، وهو خلاص يعني ما تخافوش منه. بعد شوية خدوا معاهم مرقس في الخدمة، مرقس تراجع، كانت فيه الضعفة دي رغم انه عظيم جدا، لكن يعني ده يعني الكنيسة بتعلمنا ان حتى اعظم العظماء ممكن في بعض الاوقات تكون فيهم ضعفات. فمرقس تراجع وحكى عن نفسه مرتين كان فيه صفة انه يخاف. مرة كان ساعة المسيح نط من الهدوم كده وهرب عريان وهو كتبها في انجيله، ومرة تانية هو طالع خدمة معاهم لقى الموضوع شكله كده في استشهاد وهو راح راجع. فجم المرة دي عشان يطلعوا مع بعض، فبيقول مين الكبير؟ برنابا. بيقول لبولس ايه؟ خلاص انت تاخد معاك مرقس. قال له مرقس لا، خلوا بالكم مين الكبير ومين الصغير. برنابا ده يبقى ايه بالنسبة لمرقس؟ خاله، وهو اللي عرفه بالرسل، ولما يديله امر في الخدمة يقول له خلاص هتاخد معاك ده، ده هيخدم معاك. قال له لا، ده ما يخدمش معايا. كان ممكن برنابا يعمل ايه؟ مش بس يزعل، يقول له يعني هو يعني علمناه ولما اشتد ساعده رماني، يعني انا اللي جبتك وقدمتك للرسل، ولما دلوقتي بقول لك خد ده معايا تقول لي لا ما فيش حاجه اسمها لا، هتاخده يعني هتاخده. ما عملش كده. حصل ايه؟ قال له خلاص انت تاخد سيلة، بولس يختار سيلة، وما اخدش مرقس، وبرنابا اختار مرقس، وبدل ما يبقوا فريق عمل واحد بقوا فريقين. معايا ولا لا؟ مين اختار مين؟ بولس خد سيلة، وبرنابا قال له مرقس اخده انا. وبعد كده اثبت الزمن ان ماري مرقس كاروز الديار استشهد. حتى قبل ما يستشهد بولس الرسول عرف قيمة ماري مرقس وراجع رأيه وقال له مرقس ده نافع في الخدمة وشهد لي ان هو عظيم. اوكي، انما ساعة الاختلاف ما قالوش انا كبير وانا قلت لك هيخدم معاك يعني هيخدم معاك، ده انا اللي مقدمك للرسل. لا، انا مش هفرض رأيي، مع ان رأيي ممكن يكون صح، بس جاي ربنا له ترتيب تاني وقد كان. الكبير مش اللي هو يفرض رأيه في الخدمة حتى لو كان مقتنع ان رأيه صح. احيانا يكون الاحتواء واحد لواحد كلمة حلوة، يعني خادم تعبان من مشكلة وانا اقول له انا حاسس بيك، دي تريحه قوي، حتى لو معلش مش هنحل المشكلة دلوقتي بس استحملها دلوقتي. امين الخدمة كده لما يقول الخادم انا عارف ان هم متعبين شوية، بس طبعا التاني ما يطلعش عنده حكمة ويقول ابونا قال ان انتم متعبين وقع الدنيا في بعض، انا عارف بس معلش استحمل شوية. مين اللي كان عنده كده واحتوى مراته؟ واحد اسمه ألقانة، كان مجوز اثنين في العهد القديم، كان يسمح بزواج اثنين، واحدة اسمها حنة واحدة اسمها فننة، ودي غير الأخت غير اللي انتوا عارفينها دي، غير الفننة دي اسمها كده. حنة دي يعني حنان، والتانية مش مهم يعني، المهم التانية بقى كانت بتخلف، والأورانية يعني مش بتخلفش، فاللي ما بتخلفش في العهد القديم كان عار، يعني العار يطول ألقانة نفسه، كأن البيت ده بيت ملعون، ربنا مش سامح انه يخلف لألا تخلف تجيك منها المسيح، فالبيت محروم من الخلفة، كأن البيت عليه لعنة، هو وهي شايلين اللعنة، فهو نفسه المفروض تكون مشاعر انه مكسوف منها، جايبالنا العار. فرايحة تبكي وتعيط، مش يقول لها ايه يعني لو هو مش عارف يحتويها، يقول لها ما هو هنعمل ايه ربنا مش راضي علينا، انا هعمل لك ايه؟ يقول لها ايه؟ اما انا خير لك من 10 بنين؟ يعني افرضي حتى ان انت عندك 10 عيال، مش انا احسن لك؟ طبعا هي متدمره وحاسه بالعار وحاسه انها يعني مش بيحبها، لكن هو الكلمه الحلوه دي تفرق قوي في الوقت ده، مش انا احسن لك من 10؟ انا على فكره مش مكسوف منك، حتى في الانصبه لما هوزع الاكل هديكي نصيب 2 عشان تتاكدي ان انا بحبك. هي مش فارقه معاها انها تاكل اكل يعني دي نصيب 2، فارقه معاها الحركه اللي بيعملها، انا بحبك مش مكسوف منك. ده احتواء بقى، يعني مثلا خادم وعمل غلطة، ايوه انا عارف ان كده غلط بس انا مش يعني مش قرفان منك، ايوه انت تصرفت غلط بس احنا بنحبك،
هخلي بالي ومش هغلط، لكن لما اقول لك ايه ايه ده ايه ده في خادم يعمل كده ولا فاهمين حاجه عن الخدمه ولا تسيب الخدمه، لا احتواء. الاحتواء برضو يشمل معنى الاحساس بالاخر، انك تحس بيه. تحس بيه يعني ايه؟ يعني مثلا كان قدامي موقف، واحده كده قالت حاجه لابونا في ودنه، لقيت ابونا دمع خالص وماشي، يعني يا دوب ثانيه واحده انا شايف بنسلم وابونا واقف جنبي بيسلم، ودي راحت قالت له في كلمه في ودنه، ولقيت ابونا بيعيط، فانا اتخضيت في ايه؟ فبعد ما مشيت بقول له في ايه؟ قال لي عندهم مشكله كذا. هو دمع قدامها بس الرياكشن بتاعها، وهو اول ما ابونا دمع فيها راحت حياته قالت له ما تزعلش ما تزعلش، هي المشكله عندها هي، بس زعل ابونا عليها لدرجه انه راح مدمع من غير ما يقول ولا كلمه، كان اعمق من اي عظه. هي بتحكي مشكله ومشكله مش عارفه تتحل، وابونا ده مجرد عارف ان المشكله ما اتحلتش او تفاقمت راح منزل دموع. يا سلام انت حاسس بيه، ما تقوليش بعد كده ابونا ده بيعرف يوعظ ولا ما بيعرفش يوعظ، هو ده احسن ابونا. فاهمين الفكره؟ الخادم اللي بيحسسك انه حاسس بيك حتى لو مش عارف يعمل لك اي حاجه هيبقى احسن خادم عندك، هيبقى احسن من اي واحد لانه حاسس بيك. فالاحساس بيك ده يعني ليه مواقف كتير في احترام مشاعرك، زي ما قلت في نقطه قبل كده، ما تهيفلوش الكلام اللي هو بيقوله، حتى لو قلت له ما تخافش احنا هنصلي مع بعض، ودي حقيقه احنا مش عارفين نعمل حاجه بس هنصلي مع بعض ولتكن مشيئه ربنا، انا مش عارف اعمل لك حاجه بس اوعدك هنصلي، وانت حط ورقه كل يوم لابونا في القداس على المذبح، واندر لحد من القديسين دول برضه شفاعتهم مش قليله، مش مهم تندر فلوس، مش كل حكايه فلوس، اندر ان انت تدريب روحي ليك، لو ربنا وقف معاك في المشكله دي هتاخد تدريب روحي وتنفذه. تقول له احنا هنصوم مع بعض، ايه المعنى؟ كتير من الاباء الكهنه مثلا يكون واحد عنده بيحل له مشكله فيقول له صوم، يقول له وانا هصوم معاك، بس قلت للاباء انتوا لو عملتوها كتير ان شاء الله احنا مش هنفطر ابدا، لان يعني ما شاء الله الموضوع مفتوح، يعني جملت مره، لكن لو فضلت تصوم مع كل واحد ما اعتقدش ان انتوا هتفطروا. فيعني اشاركك مشاعرك، لكن من احيان ان الموقف بيتكرر كتير تحس ان هو بيحكيه لك وانت يعني بتستقبله ببرود شديد يخلي اللي قدامك عايز مش عايز يكمل الكلام. بيحكي مشكله وانت ايوه الكلام ده فيه بعدين عادي، تحس ان هو ايه زهق وانت يعني ايه ده انا غلطت اني بتكلم معاك، وطبعا بتكون دي اخر مره اتكلم معاك. احيانا يحتاج الامر الى حب عملي، هكذا احب الله العالم حتى بذل، تعبير عن حب عملي، حاسس بيك وبعمل حاجه تفهمك ان انا بحبك، اما اشوفك حاولت تحل المشكله واسمع ان انت من ورايا رحت كلمت الطرف الثاني او حاولت تحل حتى لو الحل ما نجحش، يبقى انت حاولت تعمل حاجه، انت فعلا يعني حاسس بيا وحاولت تعمل حاجه. لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. النقطه المهمه كمان احتواء التواصل والتلاقي، عشان وانت بتخدم مع واحد تتواصل معاه. عملوا عندنا فكره كده لطيفه، لقوا العيال كلهم شغالين في الميديا وجروبات، فراحوا الخدام قالوا لهم احنا الساعه 8 مش عارف برنامج ايه كانوا بيشرحوا لي، الساعه 8 كلنا هنقعد مع بعض نفتح الانجيل ونقرا حاجه مع بعض ونصلي مع بعض من خلال مش عارف برنامج ايه، انا لسه مش عارف التفاصيل يعني، بس قوي الفكره دي نجحت جدا والجروبات وصلت ل 70 و80 شاب وشابه من بيوتهم مش عارفين نجيبهم، والدنيا برد والدنيا بتمطر ومش عارف ايه، العيال في ثانوي كلها بقت تحترم الميعاد ده جدا وجايبه نتيجه.
هم كانوا بيتواصلوا ويتلاقوا في كلام فارغ، فدخلنا احنا في الخط وقلنا لهم احنا هنتواصل على البرنامج ده الساعه 8، وكانوا بيرتبوا ان انا مره اكون موجود معاهم في البرنامج انا اللي اقول الكلمه ولا حاجه ماشي، لكن هم كخدام في بعض عملوا الساعه 8 هنقرا حته من انجيل وكلنا سامعين بعض، مش عارف برنامج ايه اللي ممكن كلهم يسمعوا بعض فيه، ده حاجات كتير طبعا نازله يعني. المهم انه نتواصل، مش هستنى لميعاد يوم الخدمه الاسبوع الجاي، بنتواصل كل يوم. طبعا التواصل كل يوم والايه بتاعت كل يوم زي سيدنا انبا انتوني، اكيد ناس كتير منكم بتجي لهم الرساله بتاعت الانبا انتوني اسم الصليب. هو انا لما اكون عايز اكلمه بس مش عايز اقول عشان بتسجله، لما اكون عايز اكلمه استنى اول ما يبعت الرساله اروح ارنن عليه، عارف ان هو ماسك التليفون ان هو بيبقى تعبان، في ميعاد معين بيبعت فيه الرساله بانتظام. الرساله دي بتخلينا مش ناسيين الانبا انتوني على طول، ربنا يديله الصحه يعني. في تواصل، لو كل خادم دلوقتي الموبايل للاسف بقى حاجه مهمه جدا عند كل واحد، فالولاد اللي ماسكه الموبايلات طول النهار دي لو تواصلنا معاهم بشكل ايجابي التواصل ده هيفرق قوي في الخدمه. مش تستنى لما تيجي، طبعا التواصل معناها ان انت شايف اسمه شايف صورته وعارف ده مين، ولما هتقابله يعني في معرفه وثيقه. في ناس كتير بنتواصل، مثلا انا مثلا بقعد سنه ما اجيش، لكن بنتواصل خلال السنه 20 30 40 مره، فاكيد لما بشوفهم غير اللي ما كلمنيش ولا كلمه طول السنه، فرق شاسع، لان التاني نسيك لغايه ما جيت تاني وافتكرك، الله وانت جيت اي حاجه مش في دماغه. التواصل مهم جدا، لان واللي انت بتخدمه هتعرف تتكلم معاه بدل المره بتاعه الخدمه 30 مره لغايه يعني اضعاف. وزي ما بقول برضه ساعات واحد يمر بضيقه نروح كلنا سالين عليه مره ونقطع بعد كده، عملنا واجب مره ما تابعناش القصه مشيت ازاي. يحتاج الامر الى اتضاع ووداعه. وبعض الاخطاء لا يتقبلها المخدوم من الخادم ابدا. يعني مره احد الاباء كان عنده ولد متعب، فايه الولد جه عمل حاجه كده في الكنيسه فراح مزعق، فالولد راح مزعق، فابونا قال له انت بتزعق ليه؟ قال له ما انت بتزعق اهو، قال له انت كمان بتزعق، قال له انا عادي انا ازعق لكن انت ابونا. فطبعا فهمت الدرس يعني، انا عادي ازعق واغلط والخبط واعمل كل حاجه لكن انت ابونا انت تزعق ازاي؟ فساعات المخدوم هو يغلط غلطه لكن ما يتقبلش نفس الغلطه من الخادم، زي بعض الخدام يحبوا يكحلوها فالدنيا تبوظ. شاب مثلا بيعترف له بحاجات شبابيه وتعبان يقول له ما تخافش كلنا كنا كده، فاكر انه هيشجعه، فبدل ما يتشجع الله ايه الخيبه دي، طب ما تيجي معايا انت كمان بقى تعترف، بدل ما الخادم يقول له يعني ما تخافش كل الناس تخلصت من الخطايا الشبابيه ما تفضلش حاططها قدامك كده كهرم عمره ما هيتهزم، عايز يشجعه فيقوم منزلق وقايل له الضعفات دي كل الناس فيها. هو في الوقت ده مش هيحتمل القصه، مش هيحتمل القصه دي. فلازم يكون عندك حكمه انك ما تعلنش ضعفاتك للمخدومين كنوع من التشجيع، ده بالعكس دي ممكن تجيب نتيجه نيجاتيف. انما انت لو درست الكتاب المقدس هتلاقي ان كل الخدام الكبار كان لهم خطايا كبيره جدا، بس انت المعلومه دي تتقال للشخص الناضج. علشان كده في سفر المجيد ايه بتقول يا بخت العروسه اللي هي عندها اسنان. اسنان يعني ايه؟ يعني تمضغ الاكل اللي هو فيه لحمه، تهضم الكلام الصعب. زي سفر النشيد تقراه لو انت مش فاهم حاجه هتقول ايه ده فيه غزل، لكن لما تقراه وانت ناضج تقول ده حب الهي على مستوى عالي. يا بختك وانت عندك اسنان مش وانت بترضع. وبولس الرسول قال انا في وقت من الاوقات ما كانش ينفع اقول لكم كلام فسقيتكم لبنا عشان مش هتستحمل الاكل. ينفع انت ابنك الصغير اللي بيرضع ده عشان تكبره بسرعه تروح حاطط له صباع كفته في بقه؟ مش هينفع. لكن ينفع في ايه؟ اديله لبن. فاحيانا المخدوم في مرحله اللبن ما تقعدش قدامه وتتكلم عن ضعفات الخدمه. هو في ثانوي ومش عايز يجي الكنيسه وانت تعبان من الخادم اللي معاك، فتروح تزوره
وبدل ما تقول له يعني تفتقد روحيا تشتكي نفسك وبؤس شقائك من الخدام والمخدومين والخدمة واللي بيحصل، وتقعد تخليه يطلع هو في الآخر ايه يا طبعا ما تبقوا تتعدلوا بقى وتعالوا مين تعالوا ده انتوا حاجة كنت فاكر يا ما هنا يا ما هناك. هو أساسا بيرضع لبن يعني معلوماته ما يستحملش النضج ان انت تحكي، او على مستوى تاني مثلا تحصل برضو يعني بس مش هنا هي طبعا في اماكن اخرى، ان الخادم يروح يفضفض يشتكي كل الخدام وكل الكنيسة وكل الاباء وكل حاجة والبيت كله يشترك في الادانة واحنا كلنا، او يشتكي يعني اسوأ من زميله في الخدمة، او كاهن يشتكي من كاهن شفته عمل فيا ايه، وفي الاخر الناس اللي رايح تفتقدهم عشان تقول لهم تعالوا ربنا معاكم ربنا معاكم ربنا معاكم ده انتوا طلعتوا حاجة ايه كويسة اوي. اوعى تغلط غلطة لان دي بقى تنطبق عليها العصر اللي هو المسيح قال اهو ده بيعصر واحد اصاغر، يعني واحد اماتيور غير ناضج، وبتقول له كلام يعقده في عشته وممكن يخليه ما يجيش الكنيسة ويبعد عن طريق الروحي خالص تحت بند ان انت بتفتقده، فخلي بالك لألا تخطأ الغلط ده. لما جه المسيح يرسلهم للخدمة دي في لوقا 15 أرسلهم اثنين اثنين. ليه اثنين اثنين؟ عشان يحط مبدأ تحتمل زميلك، أو أن سلامة زميلك في الخدمة يمكن أهم من الخدمة نفسها. اللي مش عارف يخدم مع واحد تاني معناها أنه عايز يخدم لوحده، ويخدم لوحده دي قد تنطبق عليه حتة وحشة قوي لما المسيح قال هيجي في وقت ويقولوا اخرجنا باسمك شياطين، يقول لهم اذهبوا عني انتوا كنتوا ما بتعرفونيش، كنتوا بتخدموا لنفسيكم علشان الناس تشكر فيكم، واديكم خدتوا شكرانيه من العالم استوفيتم اجركم، ما لكمش تاني عندي اجره، دي مش خدمه. اثنين اثنين عشان غالبا الاثنين مش هيكونوا زي بعض، وغالبا الاثنين هيبقى لهم رايين، ما فيش اثنين هيبقوا يعني عمر ما هيختلف. عشان كده كل يوم اشكر ربنا على زميلي في الخدمه، مش بس زميلي اللي هو بيشاركني في الراي، حتى اللي مختلف معايا في الراي. ممكن يكون هو مش صاحب مواهب لكن صاحب تاثير، وممكن تكون خدمتنا مكمله لبعض. وغالبا لو سالت الولاد اكتر ناس اثروا فيكم فين، مش اللي بيتكلموا كويس او اصحاب المواهب، اكتر ناس اثرت فينا اللي عرفت تحبنا، اللي عرف يحبنا قوي بيقرب مننا بقى هو ده اللي مؤثر فينا. و يعني على مستوى احد فصول مدارس الاحد كانوا اجتمعوا بعد 30 سنه بعد ما كبروا كلهم، يعني زي مثلا ولادكم كده في ثانوي بعد 30 سنه طلقوا كلهم الاسره القديمه اللي كان، وقعدوا يفتكروا في الخدام بتوعهم واجمعوا كلهم ان اكتر من اثر فيهم الخادم اللي كان ما بيعرفش يتكلم، والخدام اللي كانت بتشرح كويس وعندها مواهب غالبا يعني ما اثروش فيهم قوي، انما الخادم اللي كان بيسال عليهم كتير واللي كان اللي حس انه بيحبهم قوي وهو مش صاحب مواهب هو ده اللي اثر فيهم بالفعل. المسيح لما قال لهم في الانجيل ده، الانجيل ده في لوقا 15 مشهور قوي، وارسلهم اثنين اثنين، الحصاد كثير والفعل قليلون، ولكن اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاده. مين صاحب الكرب؟ المسيح. اطلبوا من رب الحصاد، يعني بيقول لهم اطلبوا مني. طب نطلب منك ليه؟ ما انت عارف اهو. ايوه انا عارف، بس عايزكم تقعدوا تضحكوا عليا، انا بحب كده. اطلبوا مني عشان ارسل فعل الحصاد، ليه؟ عشان تفهم ان لسه الخدمه محتاجه كتير. عارف لو الخدمه مش محتاجه كتير هتقول ما تبعتش خلاص ما انا كفايه. يعني لو ابونا في كنيسه تقول له في واحد تاني هيجي يقول لك هو انا قصرت؟ يعني على فكره الموضوع مش كده، ده الخدمه محتاجه ناس كتير، مش هنستريح. خد بالك الموضوع خطير. اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الحصاد، من اهم نقاطها ان انت تحس ان انت ما انتش كفايه، الموضوع محتاج واحد غيرك. يا رب ابعت خدام. من نفس الانجيل ده احب احط معنى تاني في الخدمه، قال لهم اذهبوا وها انا ارسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. يعني كويس انك تشعر ان انت ضعيف وسط ناس
ذئاب حمل وسط ذيابة. أنا عايزك تبقى فاكر نفسك ضعيف، مش عايزك تبقى فاكر نفسك قوي، لأن أنت لما تكون ضعيف أنا هديك القوة، واللي حاسس بنفسه قوي وذو مواهب أنا هسيبه. زي موسى لما قال أنا هخدم ومسك المصري قتله، راح المسيح ربنا سابه خالص، قعد 40 سنة في البرية. لما جه بعد كده قال له اخدم، قال له أنا منفعش، قال له برافو، هو دلوقتي تنفع تخدم. أنت لازم تحس إن أنت حمل وسط ذئاب، ولازم تقول إن أنا معرفش أعمل حاجة، لكن طول ما أنت حاسس نفسك أنت موهوب تبقى أنت موهوم. يعني أنت فاهمها غلط، لازم تحس فعلا إن أنت مش عارف تعمل حاجة، هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتجيب نتيجة مع ربنا. وما تخافوش، أنتوا حبان وسط ذئاب مش هياكلوكم، لأن أنا هسندكم. بولس الرسول لما جه يشجعه في كورنثوس كان عايز يمشي. بولس لما راح كورنثوس بشر فيها مجتمع وثني، فلقى ما حدش فضيل وما حدش هيسمع كلام، فقال له انا همشي. المسيح قال له ما تمشيش من هنا، ده انا ليا هنا شعب كتير، اتكلم وما تسكتش وانا معاك. قال له خلاص، انا شايف في رؤيتي ان الناس دي الكلام معاها قلته احسن. قال له لا مش قلته احسن، انت تقعد. فقعد سنه ونص اسس كنيسه كورنثوس وبقت كنيسه. تخيلوا بلد كلها وثنيه وغرقانه في الاباحيات، كورنثوس مشهوره بانها كانت غرقانه في الاباحيات، وبولس الرسول يقعد سنة ونص يحول ناس إلى المسيح. شيء صعب قوي، لو ربنا ساند أوكي، أنتم حملان وسط ذئاب ولكن ها أنا معكم، ها أنا معكم، دي هي مفتاح الخدمة. وقال لهم عشان تتأكدوا ولا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا تفكر في أي حاجة، ما تشغلش نفسك بأي حاجة، بدل ما أنا معاكم مش مهم تعملوا إيه. هو ماري مرس الرسول لما دخل مصر والصندل اتقطع، يعني مش مرتب اي حاجه، وحتى الصندل اتقطع يعني مشكله، المشكله دي هي اللي كانت المدخل، انما ما ترتبش اي حاجه، سيب الترتيب عليا، بس انا عايزك تبقى فاهم ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه وان انت محتاجني. مش لما يكون عندك مثلا ولد في فصل ولا في ثانوي ولا في اعدادي تقول لهم انا اللي اعرف اتعامل معاه، اصل هو انا الولاد بيحبوني بيسمعوا كلامي. طب خد بقى، ممكن تاخد درس من ربنا ان انت الواد بسبب مش عايز الكنيسه خالص، لانك اعتقدت انك انت الموهوب والقدام الثانيه دي مش عارفه تتعامل معاه. المسيح عايز الاحساس ده. انا على فكره هحاول وانا حاسس ان انا فعلا مش، ما كانش ربنا هيبقى معايا ولا السيكولوجي اللي انا درسه ولا المشوره، مش كل ده اللي هيخليني اعرف اكسب العيال، انما لو ربنا اداني نعمه هو كده. عشان كده قال لهم اي بيت دخلتموه فقولوا سلام والا فيرجع سلامكم. يعني اي بيت تخشوه قولوا سلام. يعني ايه؟ مش زي سلام، يعني اطلبوا ان الناس تبقى تعيش في سلام. مش عايزين منكم كلمه السلام وعايزين يكملوا خناق، سلامكم يرجع اليكم، يعني انتم ما تفقدوش سلامكم. بمعنى ايه؟ تخش في البيت تقعدوا تتكلموا في مشاكل الخدمه ولا الناس عاشت في سلام، وانت طلعت مضطرب اكتر، ممكن الناس في الاخر غلطوك، او طلعت متعادي منهم بالامراض اللي عندهم، الامراض الروحيه اللي عندهم، انت نفسك طلعت مضطرب. واقيموا في ذلك البيت ايه؟ اكلين ايه؟ مما عندهم، مش كل ما عندهم، اكلين مما عندهم. اكلين مما عندهم يعني ايه؟ يعني اللي يجيبون اكل وخلاص مش موضوع، لكن لا انا ما باكلش ده، انا باكل ده، لا اصلا يا عم ما ينفعش. انا تحضرني مواقف كثيره لناس عظيمه في الصوم، لما راحت عند ناس جابوا لهم اكل افطاري كانوا عشان ما يقولهمش حاجه، مش هيستحملوا يقول لهم اصل احنا اصل وما اصلش. وقصص الرهبان مليانه بكده، وكان في راهب لما كان يعني يضطر ياكل اكل افطاري مع الضيوف يصوم بعد كده يدي لنفسه قوانين مضاعفه لانه اضطر يعمل كده عشان المحبه. فالموضوع محتاج حكمه طبعا. لكن اقيموا في ذلك البيت يعني ما تقعدوش ليه اقيموا؟ اصل زمان هي يعني هي اتقالت في ظروف ان انت بتقعد عند ناس واللي يجيبوه تاكله ورايح تخدم هنا، تزور البيت الثاني وتزور البيت الثاني وتزور البيت الثالث، بس انت مقيم هنا عشان ما تضيعش وقت في انك كل يوم تقيم في بيت ومضايفه هنا وهنا وهنا. يعني قصده ايه في الخدمه؟ قصده ما ترتبكش بإداريات الخدمه،
يعني مثلا هنعمل رحلة أو هنعمل نشاط وهنعمل اكتيفيتي وبقت هي دي كل اللي شغلانا خلاص. زي ناس كانوا بيخدموا في بعض المناطق الفقيرة فقعدوا يهتموا بالمخدوم جدا وهو عيان ودوه المستشفى بيقولوا دكاترة وقعدوا يخدموه صحيا وعنده البيت فيه مشكلة مش عارف يدفعوا له الإيجار وبنوا له إيه ووصلوا له مية عمالين يساعدوه خدمة وفي الآخر مات منهم. افتكروا إنهم نسيوا يكلموه عن ربنا. إيه اللي عملوه ده بالظبط؟ الخدمة كانت ناقصة حاجة أساسية. أنتوا اتلخمتوا باللي بتعملوه واللي بتعملوه ده كان مهم بس كان في حاجة أهم إن أنت لازم تستعد لأبديتك يعني ولازم نعرف المسيح جامد عشان لما يحصل موقف ده إن أنت فجأة تموت مننا مش نبقى صلحنا الحنفية والعيان مات، الحنفية اللي تصلحك ولا البيت تصلح. يعني دخلنا في سكة غلط. ساعات الأكتيفيتي بتاعة الخدمة والانبهار بيها وبالتجويد ليها ينسينا روح الخدمة. هو هنا بيقول لهم ركزوا فيه، قولوا لهم قد اقترب ملكوت السماوات. ما تنسوش ان في كل الخدمة وعمالين تروحوا من بيت لبيت تاكلوا اللي تاكلوه، المهم عندنا رسالة أساسية قد اقترب ملكوت السماوات. انا خادم شغلتي ان الناس تروح للمسيح مش شغلتي ان انا اعمل اكتيفيتي. وان كانت طبعا دي ما تلغيش دي، لكن ما تبقاش العملية في الاخر عبارة عن يعني عايز اقول مبنى ما فيهوش الجوهر يعني. وانفضوا الغبار. فاهمين حكاية انفضوا الغبار دي يعني ايه؟ يعني ما تخلوش الافكار الغلط اللي عندهم تلزق فيكم. تروح فالناس تتكلم قدامك كلام وحش، تطلع الكلام الوحش لازق فيك انت. انت رايح تقول لهم تعالى ربنا، قالوا لك تعالى انت. اللي هو رحت تصطاد صادوني. يعني رايح تعلمهم فضيلة علموك حاجة مش كويسة. الغبار يعني انا مش عايز اي حاجة من الاخطاء بتاعتكم دي تلزق في مخي. يعني لا تتأثر سلبا بالخدمة. ولكن اعلموا هذا في الاخر الانجيل ده لما تقروه حطيت النص بتاعه. ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني لما ما يعجبكمش كلامه ويطردوكم امشي وانت ماشي على الباب انفض الغبار وقول له انا مش عايز يعني حاجة منكم تلزق، بس عايز اقول لكم حاجة برضو اعلموا انه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني حتى وانت ماشي مطرود قول لهم بس برضو اللي بقوله ده صح وقد اقترب ملكوت السماوات. يعني انا متمسك بتوصيل رسالتي الروحية حتى لو اترفضت من الناس. تقول له بس كده صح مش هعمل كده ومش هكنيس، تقول له بس هو كده صح برضه. أنا بقول لك الصح وأنا خايف عليك ويبني الكلمة ترن في ودانك ويجي وقت تاني وتسمعها وتعرف إن أنا بتكلم صح. معلش أنا طولت عليك دي محاضرة طويلة بس. لكن ملخصها إننا نحتوي بنقط كثيرة قلتها وملخصها إننا تشعر أنك ضعيف وأنك تحتاج لقوة وأنك لوحدك ما تعرفش تعمل حاجة وأنك رايح تتكلم عن رسالة محددة اللي هي السماء والملكوت، مش رايح أن أنت يعني تمسك الغبار الأخطاء بتاعتهم تلزق فيك، أن أنت تتكلم عن السماء وأن أنت زي حمل وسط ذئاب ولا ترتبك بإداريات الخدمة في الأكل والشرب والانتقال من مكان إلى مكان. ركز على الرسالة المهمة في الموضوع. نكتفي بكده.